تهم تتعلق بتضخيم الأموال. مكافحة الفساد تحتجز رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري بعد مداهمة منزله. من طهران، السودان يتعهد بعدم استخدام العراق للاعتداء على إيران، ويؤكد على دور بغداد المحوري في المنطقة. بالتزامن مع ارتفاع نسب البطالة، العمالة الأجنبية تغزو العراق، ووزارة العمل تشكل لجنة لتسوية أوضاعها قانونياً. تركيا تواصل عملياتها بشمال العراق، وتعلن تحديد مسؤولية استخبارات البككة، وواشنطن تدعو أنقرة لضبط النفس. طيب، الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. ونبدأ نشرتنا من ما أعلنته الهيئة العليا لمكافحة الفساد، إذ كشفت الهيئة عن تنفيذ أمر قبض بحق رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بتهمة تضخيم الأموال والكسب غير المشروع. الهيئة في بيان ذكرت أن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الجبوري جاء جراء تهم تتعلق بتضخيم أمواله وثرائه على حساب المال العام، وأشارت إلى أن العقارات والعجلات وكميات الذهب العائدة للمتهم تقدر بأكثر من 16 مليارا و157 مليونا و291 ألف دينار. في سياق آخر، كشف مصدر مطلع عن مصير مدير مكتب مصطفى الكاظمي الأسبق رائد جوحي ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف. وقال المصدر الرابعة أن السلطات تتحفظ على مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي فيما حجزت على أبو رغيف. وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد أصدرت بوقت سابق أمر استخدام ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني على خلفية تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المديرين العامين في الجهاز. هذا وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات أحمد أبو رغيف من منصبه. وذكر مصدر للرابعة أن وزير الداخلية أنهى تكليف أبو رغيف من منصب شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لافتا إلى أن وزير الداخلية كلف اللواء ماهر نجم بمنصب وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بدلا عن أحمد أبو رغيف. في السياق، كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اللواء الحقوقي محمد سكر قائدا لحرس الحدود، واللواء عادل الخالدي وكيلا لشؤون الشرطة. هذا وكان وزير الداخلية قد أجرى تغييرات بمناصب مهمة في مفاصل وزارة الداخلية. المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة أكد أن تغيير بعض القيادات الأمنية والمناصب العليا يندرج ضمن منظومة النزاهة والمهنية. المحنة خلال استضافته ببرنامج السياسة أشار إلى أن تلك التغييرات تأتي ضمن البرنامج الحكومي للنهوض بواقع المؤسسة الأمنية تلبية لمتطلبات وتطويرا لأداء ورفع المستوى الجاهزية. التغييرات اللي تحدث هي جزء من البرنامج الحكومي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء. من ضمن البرنامج الحكومي أن تكون هنالك تغييرات تستند إلى مبادئ، منها التدوير الوظيفي للأشخاص اللي بقوا في مناصبهم فترة معينة، وأكيد موضوع التغييرات الإدارية هي جزء من منظومة يعني النزاهة. اليوم التدوير الوظيفي في داخل المؤسسة الواحدة وفي داخل التشكيلات أمر مهم جدا، وكل التعليمات وكل القوانين تأكد على هذا الشيء. اليوم يجب أن يكون هنالك معيار لاختيار
من يمثل أو من يتصدى للمناصب. هذا المعيار يعتمد على المهنية بالدرجة الأساس، الوطنية، العفة، الشرف الوظيفي. كل هذه الصفات يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتصدى لمسؤولية كبيرة، ولا أعتقد أنه أكو مسؤولية أهم من مسؤولية حفاظ أرواح الناس، ممتلكات الناس، الأمن، النظام، الاستقرار. هو هذا المبدأ الرئيسي. اليوم الحكومة لديها برنامج طموح جدا، والبرنامج اللي يعتمد على الكثير من الجوانب الاقتصادية والإصلاحية يستند بالدرجة الأساس على الأمن. الأمن قاعدة ارتكاز. اليوم ماكو اقتصاد، ماكو استثمار إذا ما يتوفر الأمن. لذلك الاهتمام في جانب الأمن أعتقد يمثل الأولوية بالنسبة إلى حكومة السيد السوداني. اليوم شفنا يعني موضوع التنقلات بالنسبة إلى قيادات وزارة الداخلية، وأعتقد هذا الموضوع راح يستمر حتى يشمل يعني الكثير ممن خاصة يعني كانوا يعني مر على استلام مسؤولياتهم فترة زمنية محددة. إذن إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى إيران، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة العراقية بالدستور الذي يمنع جعل البلد منطلقا للاعتداء على جيرانه. وعبر السوداني خلال لقائه المرشد الأعلى لإيران علي الخامنئي عن شكره لدعم العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أهمية إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبه قال الخامنئي أن أمن العراق هو أمن الجمهورية الإسلامية، داعيا الشعب العراقي إلى المزيد من الوحدة والتكاثف. هذا وبحث رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها. السوداني أكد خلال اللقاء على دور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار فيها. في الأثناء التقى رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع رئيس مجلس الشورى الإسلامية الإيراني محمد قلباف، وأكد على أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعية في العراق وإيران. رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني قال في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الدستور بشأن عدم تحويل أراضي العراق إلى منصات لتهديد أمن دول جواره، موضحا أن أمن إيران والعراق واحدا ولا يتجزأ. حكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح لأي مجاميع أو أي أطراف تستخدم الأرض العراقية للإضرار والإخلال بأمن إيران. هذه سياسة العراق لن يكون محطة أو نقطة انطلاق للإضرار بدول الجوار. نعتمد سياسة في علاقاتنا الخارجية، العلاقة المتوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم السماح لأن يكون العراق مصدر قلق أو ضرر لدول الجوار. من جانبه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن علاقة العراق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية ومتجذرة وتاريخية. وقال رئيسي أن مكانة العراق مهمة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الاستقرار من مسؤولية حكومة دول المنطقة، مبينا أن زيارة السودان إلى طهران تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية. من وجهة نظرنا يحظى التعاون مع العراق من وجهات نظر عديدة، وإن مكانة العراق مكانة هامة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ومن المجالات التي
يرغب الطرفان بالتعاون فيها هي مكافحة المجموعات الإرهابية وأيضا التصدي للجرائم المنظمة وأيضا مكافحة الإرهاب وأيضا التصدي لأي عامل يهدد الأمن ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلدين. هذه الأمور تحظى بإرادة مشتركة من قبل البلدين للتصدي لها. عراق روداري. بعد زيارتين قصيرتين لكل من الأردن والكويت، زار رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني طهران بزيارة تصدرت القضايا ذات الاهتمام المشترك كالمياه والقصف ووساطة بغداد بين طهران والرياض، جدول مباحثة السوداني مع الجانب الإيراني. في زيارة رسمية هي الثالثة في محطات زياراته الإقليمية منذ تسلمه رئاسة الحكومة، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للعاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة الجانب الإيراني على رأس وفد رفيع لبحث عدة ملفات تهم الجانبين. لا شك في أن هذه الزيارة والمحادثات بين الوفدين الإيراني والعراقي يمكن أن تساعد بشكل كبير في حل القضايا بينهما، وزيارة السودان إلى طهران تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية. المجال الاقتصادي والتجاري يشكل أحد محاور محادثات اليوم، كما أن القضايا المالية والمصرفية وتصدير الكهرباء والغاز هي من محاور التفاوض أيضا، هكذا قال الجانبان بمؤتمر صحفي. الزيارة التي يقوم بها السوداني إلى طهران تأتي في وقت حساس تمر فيه المنطقة على صعود عدة، لا سيما وأن بغداد لها دور محوري في المنطقة وقد أدار سابقا 5 لقاءات غير مباشرة بين طهران والرياض، وهي تسعى الآن للجولة السادسة في هذا الملف المهم والحساس. كما واتفق الطرفان على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتعزيز سبل التعاون في المجال الأمني، فضلا عن بحث جملة ملفات من خلال اجتماعات موسعة سيعقدها الوفد المرافق للسودان في زيارته هذه. هي زيارة سياسية بطابع اقتصادي كونها تناولت مواضيع تمس الشارع العراقي بشكل مباشر، يأتي في أولوياتها ملف الطاقة الكهربائية فضلا عن ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك لكلا الطرفين. ولا مسعودي، الرابعة، طهران. أكد تحالف الفتح مناقشة ائتلاف إدارة الدولة خلال اجتماعه في منزل بافل طلبان قانون النفط والغاز. وقال نائبه عن تحالف الفتح وليد السهلاني أن الاجتماع بحث أيضا تنظيم العلاقة المشتركة بين حكومتي المركز والإقليم ضمن مبدأ الحكومة الواحدة، فضلا عن مناقشة المصالح المشتركة للشعب العراقي من خلال ترتيب قضية الموازنة، مؤكدا إلى التوافق على منح الاستحقاقات في الموازنة حسب الكثافة السكانية. تتواصل الزيارات بين الإقليم والمركز لحل الملفات العالقة بين الطرفين، إذ تغيرت القرارات السياسية بعد انضواء معظم الكتل تحت لواء تحالف إدارة الدولة. لم تنقطع الزيارات التفاهمية بين بغداد وأربيل التي تضغط باتجاه إنهاء المشاكل المتعلقة بمستحقات الإقليم المالية وإدارة النفط والغاز وإيجاد تخريجة لتفعيل المادة الجدلية 140. الإقليم يحاول أن يظهر بعلاقات جديدة مع المركز في حكومة السوداني تختلف عن العلاقات السابقة. الزيارات اللي المكوكية اللي كان قام بها السيد نجربان البارزاني والوفد الفني اللي موجود في بغداد من حكومة مركز حكومة إقليم كردستان لمناقشة الملفات العالقة من ضمنها تثبيت حصة الموازنة إقليم كردستان في موازنة المركز، إضافة إلى المادة 140، تشريع قانون النفط والغاز، كل هذني وضع آليات عمل إلها خلال هالفترة القادمة وحتى مادة 140. الكتل السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وبعد أن تجمعت في تحالف إدارة الدولة
غيرت من طبيعة تقاطع قراراتها وأصبحت تقف عند مرتكز الاتفاق في كل الخلافات. الكتل الكردية أنهت مراحل تفاهمها سابقا مع حلفائها يقول متابعون، والآن تتحرك لإكمال الأشواط الأخيرة في مباحثاتها. خلافات المركز والإقليم ممكن أن نعتبرها شبه منتهية، خاصة فيما يخص الخلافات المادية وقانون النفط والغاز، الأمور المادية وقانون النفط والغاز، ولكن تبقى جزئية من المادة 140 المختلف عليها فيما بين الكتل السياسية. هناك من داخل تحالف إدارة الدولة جهات لا توافق على كل المادة، إذن عليهم هناك بحثها من جديد. التعاون في جميع الملفات وترسيم حدود لشراكة القرار والموقف، تسعى أربيل إلى تطبيق هذه النقاط مع حكومة بغداد إذا تحققت مطالبها وفق ما تريد. محاولات الإقليم بتصفير الخلافات مع المركز تسير بنحو مستمر من خلال اللقاءات المكثفة التي يجريها الجانبان لحسم الملفات العالقة بشكل نهائي. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. كشفت النائب عن كتلة الصادقون زينب جمعة الموسوي عن بعض ملامح مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2023، وقالت الموسوي أن مسودة الموازنة للعام المقبل تشمل في أبوابها أولويات أساسية، منها تخصيصات مالية لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود. وتوقعت الموسوي أن تصل موازنة العام المقبل إلى 88 مليار و750 مليون دولار، مرجحة أن يصوت مجلس النواب عليها بداية العام المقبل. ينتظر موظفو العقود في الوزارات تثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من التظاهر والاعتصام المفتوح. الوزارات جميعها تستعد إذ لاستقبال الآلاف منهم بعد توجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء. بعد طول انتظار وسنوات من التظاهر والمطالبات بتثبيتهم موظفو العقود في جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، قريبون من التثبيت على الملاك الدائم بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لجميع الوزارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية للتثبيت، من تزيد خدمته عن سنتين ممن صدرت أوامر التعاقد معهم قبل الثاني من تشرين الأول لعام 2019. يعني السيد السوداني حقيقة من أولوياته، بل هو جزء من برنامج الحكومي، هو أولا القضاء على البطالة، وكذلك توفير الفرص عمل لكل أبناء الشعب العراقي مع وجود وفرة مالية كبيرة جدا قد تكون هي مضمنة من قبل الموازنة الاتحاد التي بانتظار رفعها. أعتقد هذه الخطوات هي خطوات جيدة من قبل السيد السوداني لرفع المعاناة عن أبناء الشعب العراقي. يعني إذا لم تكن بحاجة إلى هؤلاء الشباب على أي أساس تعاقدت معهم؟ ويعني إذا كانت بحاجة إليهم عليها أن تفي بحقوقها بواجباتها تجاه حقوقهم. الآلاف من العاملين في مؤسسات الدولة هم بصفة عقود ويعيشون أوضاعا اقتصادية غير مستقرة بسبب عدم تثبيتهم، والبعض منهم تم إنهاء التعاقد معه ليأتي هذا التوجيه بمثابة استقرار نفسيا وماليا لهم بعد طول انتظار وتظاهرات خرجوا بها لعشرات المرات مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. الخطوات التي ينحوها أو المنح الذي ينحوه السيد محمد الشيع السوداني هو من أجل تخفيف معاناة المواطن، إما من خلال تقديم خدمات أو من خلال تثبيت أو توظيف وتوطين عقود الموظفين، وبالتالي أعتقد هنالك تنسيق مع وزارة المالية، وأظن أن الأمور ذاهبة باتجاه تحقيق أحلام هذه الشريحة التي عانت كثيرا. ويعتمد القطاع الوظيفي في البلاد على أعداد لا يستهان بها من الموظفين بصفة عقود، والذين يمارسون عملهم منذ سنوات ولم يحولوا لملاك بسبب الأوضاع الاقتصادية والعسر المالي الذي مر بالعراق خلال سنوات ماضية لأسباب تتعلق بأسعار النفط والحرب على داعش وجائحة كورونا. وتحتاج الحكومة الحالية والحكومات المستقبلية لتفعيل القطاع الخاص أيضا ليكون عونا في التوظيف الحكومي
والتقليل من حجم البطالة وتسونامي الاحتجاجات الشعبية. من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة. جددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأكيدها على تنظيم العمالة الأجنبية في البلاد وتسوية أوضاعها قانونيا. وزير العمل أحمد الأسد خلال استقبال السفير السوري لدى العراق صدام جدعان كشف عن تشكيل لجنة من وزارة العمل والداخلية والخارجية تعمل على تسوية أوضاع العمالة الأجنبية بما فيها العمالة السورية، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية في البلاد سيطبق عليهم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكذلك قانون العمل. هذا ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في أعداد العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج في وقت تشكو من ارتفاع نسب البطالة بين أوساط الشباب ولا سيما ضمن الخريجين وأصحاب الشهادات العليا. ففي البصرة المحافظة التي ترسو على بحر من النفط والموارد الطبيعية الأخرى إضافة إلى منافذها الحدودية والبحرية يعاني شبابها من بطالة مرتفعة بفعل تزايد أعداد العمال الأجانب في الشركات المستثمرة. هذا وبات العراق في قائمة الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية. أكد وزير الزراعة عباس العلاوي إدراج الفقرة تعويضات الفلاحين ودعم الأسمدة في موازنة 2023. العلاوي في مؤتمر صحفي عقده في بابل أشار أيضا إلى إكمال جميع الإجراءات التي تخص الأطباء البيطريين وتم إدراجهم في الموازنة المقبلة. من جهته أكد محافظ بابل وسام أصلان أن اللقاء مع وزير الزراعة شهد الاتفاق على دعم الإنتاج الزراعي والحيواني في المحافظة. كان إن خطوات منذ تسلمنا لهذه الوزارة في دعم شريحة الفلاحين والمزارعين من خلال خطوات عديدة قمنا بها وأصدرنا قرارات في مجلس الوزراء من خلال دعم الأسمدة والمبيدات، حيث دعمنا الأسمدة بنسبة دعم 50% والبذور بنسبة 75% واللقاحات 100%. كل هذه أصدرنا بها قرارات بالإضافة إلى قيامنا باستحصال التعويضات لحوالي 7 محافظات كانت تضررت من الأمطار في عام 2018، وستدرج إن شاء الله تعويضات هؤلاء الفلاحين في موازنة 2023. كان أيضا إن خطوة في اتجاه ساندين إن في وزارة الزراعة اللي هم الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، حيث أكملنا كل الإجراءات اللي تخص الأطباء البيطريين وبانتظار إدراجهم في موازنة 23. تم التداول والنقاش بكل القضايا اللي تخص قطاع الزراعة، من موضوع أراضي، من موضوع عقود زراعية، من موضوع أسمدة، من موضوع دعم وزارة الزراعة بأشجار ونباتات زينة وإنتاجية لمؤسسات المحافظة ولبلدياتها. تم التداول أيضا بالقضايا اللي تخص المحافظة على السمة الزراعية لمحافظة بابل من خلال دعم المشاريع الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي، الصناعات الغذائية أيضا في المحافظة. أنعشت الأمطار الأخيرة أمان المزارعين في ميسان بعد أعوام من القحط والجفاف، في وقت يطالب الفلاحون بتوفير الدعم الحكومي وتقليل الاعتماد على المستورد. الأمطار الأخيرة التي روت بها أراضي متعددة من العراق انتعشت آمال المزارعين في ميسان الذين طالبوا بزيادة الخطة الزراعية لمنح مساحات واسعة للأراضي الخضراء. نريد من الحكومة المركزية زيادة الخطة، أو مديرية زراعة ميسان زيادة الخطة اللي هي 12%، تسوي لنا 50%، تسوي لنا 100%، لأن نشوف الأجواء ممطرة الحمد لله والشكر، ونشوف الفيضانات اللي جاية الدياله ما دياله وهذا كله يصب بنهر دجلة، فنريد زيادة الخطة. واليوم الحمد لله وصلت الزيادة، وصلت المحافظة ميسان وخاصة الشط مثل ما يقولون أهلنا جاي يجري خابط دهلة. نريد زيادة الخطة وريد دعم المنتج الزراعي، لابد أن تدعم الدولة. المئات من الفلاحين أكدوا ضرورة توفير الدعم اللازم لهم للفائدة من المحاصيل الزراعية ولدعم الاقتصاد الوطني ولتقليل من استيراد المزروعات. حرمونا من العام للسنة، يعطونا 4 ساعات تشغيل،
يعني الأربع ساعات يعني ما يوصل حتى نص المشروع. وهسه احنا ضالين تراب الزرع مالنا، الله وكيلك انا هسه عندي عقاع نثرتها وظلت معنجره وظلت الحاكي محافظ ميسان بو يعطونا ماي لا يعطينا، بو ينعاني موتنا كفيلك الله حتى هجرنا سيول ضال عندنا ماي عمي بس ما شغلنا انطلبنا نهبنا كفيلك الله عدنا تكلنا على المطر ماكو بيك العباس. هسه بالنسبه لي انا شلت هاجرت لا ظل عنده حلال، هاي الواد ما ظل عنده زرع انتهت ما ظل عنده شيء. ولطالما مثلت ميسان سلة غذائية للبلاد من مزروعات ولا سيما بساتينها تشتهر بزراعة أنواع ذات جودة عالية من المحاصيل الزراعية. وضعنا كفلاحين فلاح تعبان اليوم، الفلاح منهك، فلاح من جميع النواحي منهك، المياه عليه تقطير صايرة لأن كل من كل النواحي سدوا الأسمدة المبيدات البذور، البذور ب 900، الاسمده ب 900، ليش الفلاح؟ ليش ما ينطونا وقود؟ ليش ما يخلونا يشغل زياده الطاقات المائيه من الامطار؟ هاي خير من الله. نعم الخطوه خطه شتويه 12% او 25%، ليش ما يسوونها 50%؟ مع بدايه موسم الشتاء مبشرا بتساقط الامطار، فلاح وميسان طالبوا بزياده الخطه الزراعيه لموسم الشتاء. حمزه حسين قناه الرابعه ميسان. أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة العراقية في موسكو تنسق لنقل جثامين عراقيين توفيا بسبب الانجماد على الحدود البيلاروسية. المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف ذكر أن سفارة العراق في موسكو تابعت باهتمام بالغ وفاة مواطنين عراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. وأضاف الصحاف أن السفارة قامت بتشكيل خلية أزمة للمتابعة وتسيير نقل الجثامين إلى العراق واستمرار التنسيق مع ذويهم. أخمدت فرق الدفاع المدني في كركوك حريقا اندلع في شارع المحافظة القديمة التهم بعض البنايات التجارية. معاون مدير الدفاع المدني العقيد ليث عبد الله أشار إلى أن الحريق اندلع في جرفان خلف مبنى محلات الإسرائي في شارع المحافظة القديم مما أدى إلى صعود النيران إلى سطح البناية. وبين عبد الله أن سبب الحريق هو تماس كهربائي فيما دعا أصحاب المحال التجارية والمعامل إلى اتباع تعليمات الوقاية والسلامة من الحريق. حادث سبب تماس كهربائي خلف القطعة خلف المول والماخذة من النار ماخذة الايزوكوم صعد الفوق للبناية. هذا مجرد هذا الحادث والحمد لله هسه قاعد تلاحظه. الأبطال الدفاع المدني طفوا بكل مهنية. نوجه رسالة بأن يلتزمون بتعليمات الدفاع المدني وخاصة في فصل الذروة بداية فصل الشتاء حيث تزداد الحمل الكهرباء على تزداد الأحمال مال الكهرباء. وجماعة المولدات أيضا ندعوهم أن ينظمون الوايرات بشكل نظامي يسلكون الكهرباء. أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشماري أن مستوى الأمن الموجود في محافظة البصرة ليس الطموح المطلوب أو الطموح المطلوبة. الشمر خلال مؤتمر صحفي أضاف أن رجال الشرطة أو رجل الشرطة مخول بتنفيذ القانون وهنالك جدية في تطبيق القانون، فيما لفت إلى التأكيد على تطبيق القانون ضد كل من ينفذ الدكاترة العشائرية وعدم التهاون في التعامل مع منفذيها. الأمن الموجود هو مو طموحنا في لمحافظة البصرة. محافظة البصرة تستحق الكثير، ومحافظة البصرة هي مكان للاستثمار وبوابة العراق الاقتصادية، بها شركات تعمل، بها استثمارات موجودة، بها يعني عمل كبير. لذلك مطلوب من منتسبي شرطة البصرة عمل أكثر فعالية. أكدنا على موضوع الدقات العشائرية وما راح نتهاون بهذا الموضوع، وموضوع النزاعات وإطلاق النار ما ممكن يكون في المدينة. هذه المدينة يجب أن تكون آمنة. ما ممكن ننقل العادات اللي موجودة بالريف إلى المدينة ويكون هناك سلاح ورمانات يدوية. أحذر من يقوم بهذا العمل أنه راح يكون عليه ملاحقة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية، ووجهت بها توجيه وما راح أرحم بها
كل من يتخاذل أو يتهاون في تنفيذ القانون رجل الشرطة مخول بتنفيذ القانون في كل المناطق اللي موجودة تحت سلطته. لذلك احنا جادين في فرض الأمن وقدموا طلباتهم واحتياجاتهم وإن شاء الله راح تلبى لهم أقرب فرصة. أمنيا، ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على 5 إرهابيين في محافظة الأنبار وكركوك. وذكرت المديرية في بيان أن قيادة عمليات الأنبار والمقر المسيطر في توس خورماتو والفرقة 10 والفرقة 14 نصبت كمائن محكمة في سيطرتي الشهيد أحمد الصداق والشهيد بسام في عملية الفلوجة وفي قضاء الحويجة بكركوك وقضاء الطوز، موضحا أن الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء وتسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا. أعلنت تركيا تحييد مسؤولية استخباراتية في حزب العمال الكردستاني فاطمة أونورو في عملية خاصة شمالي العراق. وذكرت السلطات التركية أن أونورو التحقت بالتنظيم بعد وصولها من بريطانيا وعملت داخل جناحها العسكري لسنوات طويلة، وعينت مسؤولة في الاستخبارات وأشرفت على تأهيل العناصر استخباراتيا، لافتة إلى أن أورونور تعد واحدة من مسؤولي الاستخبارات ضمن صنوف التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. هذا أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من العمليات العسكرية التركية شمالي العراق، داعية أنقرة إلى ضبط النفس. المتحدث أيضا باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أشار إلى أن الغزو البري التركي شمال العراق من شأنه أن يعرض للخطر المكاسب التي تم تحقيقها ضد داعش الإرهابي، لافتا إلى أن البنتاغون خفض عدد الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية بسبب الضربات التركية. في سياق متصل، كشف مصدر أمني عن وصول تعزيزات إيرانية إلى مخافرها الحدودية في 10 قواطع شرقي العراق. المصدر ذكر أن إيران بدأت بتعزيز واضح لقدرات مخافرها الحدودية على الشريط المتأخم للديالة شرق العراق، لافتا إلى أن القوات هي للحدود وليست قوات ضاربة أو ناخبة. وأشار إلى أن السلطات الإيرانية بدأت تخشى المرونة في الشريط الحدودي مع العراق من استغلاله من قبل الأحزاب المعارضة لها بتنفيذ أعمال مسلحة. قبل ختام نشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها. بتهم تتعلق بتضخيم الأموال، مكافحة الفساد تحتجز رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري بعد مداهمة منزله. من طهران، السودان يتعهد بعدم استخدام العراق للاعتداء على إيران ويؤكد على دور بغداد المحوري في المنطقة. بالتزامن مع ارتفاع نسب البطالة، العمالة الأجنبية تغزو العراق ووزارة العمل تشكل لجنة لتسوية أوضاعها قانونيا. تركيا تواصل عملياتها بشمال العراق وتعلن تحييد مسؤولية استخبارات البككة، وواشنطن تدعو أنقرة لضبط النفس. نشرة الظهيرة انتهت. لمتابعة المزيد من الأخبار وأبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الله.